ليبرالية سميت في حزب الجديد. هذا رونيو حزب الجديد وقع فيه تحول كبير جدا من مساند للمغرب، كان دائما تيساندنا، كنتكلموا معاه الى غير ذلك، الى معاكس المغرب، ولكن بقياده، وهذه المفاجاه الكبيره، بقياده الفرنسيين داخله. ستيفان سيجوني اللي هو رئيس ديال رينيو هو فرنسي ومقرب من الرئاسه الفرنسيه، هو اللي لعب دور كبير جدا، هو اللي كلفوا ماكرون باش يدير اعاده صياغه هذيك لا ريبوبليك اون مارش، الجمهوريه الى الامام، باش يرد حزب النهضه اللي هو لا رينيسونس. هذا لعب دور كبير جدا، هو من المهندسين ديال القرار، هو القوه الضاربه وراء هذا. احنا تفاجئنا بهذه المساله هذه، لانه بالنسبه لنا رينيو يعني معتدل ومساند للمغرب الى غير ذلك، مساند للتوازنات الى غير ذلك، ولكن الفرنسيين كنا نظنهم بانهم شركاء ديالنا، ما عمرنا كان عندنا اشكاليه كبيره مع الفرنسيين، لا الاشتراكيين منهم، لا اليمين، لا اليمين المتطرف، يعني الاقصى اليمين الى غير ذلك، كلهم الفرنسيين كان عندنا علاقات، كنا نظنهم شركاء يعني باسم يعني بمقتضى المصالح المشتركه الموجوده ما بين المغرب وفرنسا، ولكن تفاجئنا، امر مفاجئ بكل المقاييس. لم يكن رينيو ضدنا، الفرنسيون كان كنا نظنهم حلفاء. لماذا؟ ما السر في هذا؟ انا اظن ان جزء من الدوله العميقه في فرنسا تزعجه الانتصارات الامنيه والدبلوماسيه ديال المغرب، واستغل هذه الازمه هذه ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار. جزء من الدولة العميقة الفرنسية أزعجت الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، وحرك الليبراليين الفرنسيين ضدنا. راه هما اللي تحركوا في الوقت ديال بيغاسوس، راه كيتحركوا الآن إلى غير ذلك. اليسار المتطرف الأوروبي ماشي كله، كاين البعض منهم اللي هو مساند لنا، ولكن أغلبيته والخضر وحزب الجديد هادو هما اللي كونوا الكتلة اللي استغلوا أزمة الفساد والرشوة داخل البرلمان الأوروبي باش يمروا قرار ما كانوش غادي يمروه في الأوقات العادية. إذن هاد القرارات راه ديما كانت مطروحة، هاد القضية ديما كانت مطروحة، كانت موجودة وكنا نتصدى لها، وكان يتصدى لها يعني الأحزاب اللي هي كتكون واحد الكتلة عريضة وسطية موجودة في البرلمان الأوروبي اللي مكونة من الحزب الشعبي ومن الاشتراكيين والجديد وحتى اليمين، أقصى اليمين اللي ما كانوا يحبطون محاولة الأعداء في اللجان، ورغم أنهم كيجيبوها للجلسة العامة كان يتم إحباط هذه القرارات. ولكن أنا أظن أنه سبب آخر هو العمل اللي قمنا به، لأنه العمل اللي قمنا به منذ سنة ونصف الآن يعني أحبطنا جميع المحاولات بتجند البرلمانيين المغاربة، بتجند حلفاء ديال المغرب، فسرنا لهم كذلك قضايا ديال حقوق الإنسان بالنسبة لتيندوف، قضايا حقوق الإنسان بالنسبة للجزائر، صارت هناك أسئلة حول قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، صارت هناك كذلك يعني مقالات في الصحف، صارت هناك كذلك تساؤلات من جانب هذا، ربما أزعج، ومشي ربما هذا أزعج الـ 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 يعني خصوم الوحدة الترابية، لهذا يعني أنهم مروا إلى السرعة القصوى في تبني مثل هذه القرارات، واستغلوا هذه المسألة ديال الأزمة اللي موجودة في البرلمان الأوروبي. ولكن نشوفوا هذا القرار هذا ننظروا فيه. أولا بعد القرار في حد ذاته ليست له أي قوة تشريعية ولا قانونية. ما عندوش يعني دلالة كبيرة بالنسبة لعلاقة المغرب مع أوروبا ولا مع الاتحاد الأوروبي. هذه الأولى، خصنا نعرفوها بعدا ونفهموها. لم يصوت عليه إلا نصف البرلمانيين الأوروبيين، وما صوتوش عليه، راه 702 اللي كاينة، صوتت عليه 350 فقط. إذن القوة الأولى في البرلمان الأوروبي كانت غائبة، اللي هو الحزب الشعبي الأوروبي. لم يصوت لصالحه الاشتراكيون الإسبان، ولم يصوت لصالحه الأقصى اليمين في فرنسا. إذن حتى في زمن الأزمة، حتى في زمن الأزمة لم يستطع البرلمانيون الأوروبيون المناهضون للمغرب والممولون من طرف الجزائر تمرير قرار إلا بخمسين في المئة من البرلمان. هذا تظهر القوة ديال الحلفاء
المغرب داخل البرلمان حتى في زمن الأزمة، حتى في هذا الوقت ديال الخوف إلى غير ذلك، لأنه كل شيء خايف واش الرشوة إلى غير ذلك. إذن هذه مسألة تات. والمسألة الأخرى وهو أنه الاشتراكيون الإسبان أبانوا عن شجاعة كبيرة جدا، لأنهم عندهم بعد النظر ولم يريدوا التضحية بالشراكة المتينة والاستراتيجية في سبيل توقعات طائشة لا تغني ولا تسمن من جوع. أنا غادي نسالي يا هشام، قلت لي رجل دقيق نسالي. إذن باش نختم، ماذا يعني القرار بالنسبة لنا؟ أولا هذا تدخل سافر في العدالة المغربية، هذا تناقض بالنسبة لأوروبا ولا بالنسبة للبرلمان الأوروبي اللي تقول الديمقراطية وفصل السلطات إلى غير ذلك. كيف يمكن أن تقول بأنه فصل السلطات وأنت تتدخل في العدالة المغربية؟